بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم السادس من شهر رمضان للعام السادس والثلاثين بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما ورد من النصوص في صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. وهذا الوصف لشعر النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بطوله، وتقدم في بعض الروايات وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وسط بين الجعد والصبغ، وهذا الوصف هو لطوله، وأكثر الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفر شعره، وإن اختلفت الروايات والألفاظ في طوله، فجاء في بعضها أنه وفرة وأنه لمة وأنه جمة، وهذه أوصاف مختلف فيها، وأشهر ما قيل في تفسيرها أن الوفرة هو ما بلغ شحمة الأذنين، وأن الجمة هو ما ضرب إلى منكبيه، وأن اللمة هو ما كان بين ذلك، على اختلاف بين الشراح والمفسرين لهذه الألفاظ. وأحيانا يوصف الشعر بطوله باعتبار الأذنين وانخفاضه عنهما أو بلوغه إلى المنكبين، كما جاء في هذه الرواية قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. وهذا يدل على أنه دون وصفه بالوفرة، لأن الوفرة هو أن يغطي شحمة الأذنين، وشحمة الأذن هي طرف الأذن السفلى، وهي موطن القرط من النساء، موطن وضع القرط من النساء. وفي هذه الرواية أنه إلى نصف أذنيه، إلى منتصف أذنيه. وسبق التنبيه على أن هذا التفاوت في طول شعره يرجع إلى طول شعره، فإذا وفره وتركه يبلغ المنكبين أو دون ذلك، أو شحمة الأذنين، أو أنه يبلغ نصف الأذنين، فهذا بحسب توفير النبي صلى الله عليه وسلم لشعره أو قصته، لكن الغالب عليه هو توفير الشعر، وأنه ما كان يحلق شعره إلا في النسك، فإنه عليه الصلاة والسلام يعني حلق شعره ودعا للمحلقين. وأما من حيث الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوفر شعره. نعم. السلام عليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وعائشة رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف الناس بصفته، وأخبرت أنها تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وأخذ العلماء من هذا جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد يغترف كل منهما منه، ولو كان هذا الغسل عن جنابة، لأنها لم تفصل يعني في هذا، فأطلقت الغسل فيشمل كل أنواع الغسل. قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يعني من إناء واحد وضع فيه الماء يغترف النبي صلى الله عليه وسلم منه وتغترف هي منه ويغتسلان. قالت رضي الله عنها وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، فوق الجمة، وشعر الجمة هو ما ضرب على المنكبين وما بلغ المنكبين، والوفرة ما بلغ شحمة الأذنين. وهذا هو الوصف الثالث الذي قيل أنه اللمة بكسر اللام، وهو ما كان بين الوفرة والجمة، وهو ما ارتفع فوق الجمة يعني من جهة الرأس، وأنه لا يبلغ الجمة يعني فوقها بمعنى أنه لم يبلغها، ودون الوفرة وهو ما كان إلى شحمة الأذنين. وهذا الذي جاء في بعض الروايات أنه اللمة، وهو أن يكون بين ذلك. وقيل إن اللمة هو ما ألم بالمنكبين، وهذا كما ذكرت هناك خلاف بين أهل العلم في تفسير هذه الألفاظ. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم وصف بألفاظ مثل الجمة واللمة والوفرة، والناس مختلفون في تفسيرها، ووصف وصفا باعتبار بلوغه شحمة الأذنين أو منتصف الأذنين أو أنه يضرب على المنكبين، وهذه واضحة. نعم. السلام عليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين. تقدم تفسيره في صفة خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، وكانت جمته، الجمة هي الشعر، تضرب شحمة أذنيه أي أنها تغطي شحمة أذنيه. وهذا غير معارض، إذا قيل أنها الجمة تبلغ المنكبين فإنما يضرب ويبلغ المنكبين يغطي شحمة الأذنين. نعم. السلام عليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالصبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. نعم. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث قتادة عن أنس أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه قال كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالصبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. هذه الرواية فيها وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم
من حيث التوسط بين الجعودة والصبط، وفيها بيان طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف لهيئة شعره ولما كان عليه شعر النبي صلى الله عليه وسلم من التوسط بين الجعودة والصبط، وفيها بيان وصف طول شعره عليه الصلاة والسلام. وقال: كان يبلغ شعره شحمة أذنيه، وهذا ورد كثيرا في الروايات، سواء زاد عن شحمة الأذنين وضرب إلى المنكبين أو أنه بلغ شحمة الأذنين. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل أن شعره يضرب شحمة أذنيه، ثم إذا وفره بلغ المنكبين، فإذا قصه إلى شحمة الأذنين، لأن أكثر الروايات يعني تدل على هذا. وأما ما جاء بعد ذلك من طول الشعر فإن هذا بحسب حاله، فإنه معلوم أن الشعر للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره لا يتكلف في قصه عند مرحلة معينة، فقد يطول أحيانا ويضرب إلى المنكبين ويقص، وقد يتعهد قبل أن يصل إلى المنكبين. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. قدم علينا مكة قدمة يعني في إحدى زياراته لمكة، وعند قدومه لمكة في إحدى زياراته قالت: وله أربع غدائر. والغدائر هي الذوائب، وهو الشعر الذي يعني استرسل وأصبح يعني يبلغ المنكبين ويكون له يعني هيئة في أن له خصال تعرف. والذوائب هي أطراف الشعر الذي لم يظفر، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعفي شعره، وهذا غير معارض لما تقدم أنه يضرب إلى منكبيه أو يتجاوز شحمة أذنيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. أيضا هذا من حديث أنس رضي الله عنه قال أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه، وهذا تقدم في الروايات السابقة. نعم. السلام عليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبل شعره يعني يرسل شعره لا يفرقه، لأن السدل هنا في مقابل الفرق بمعنى أنه لا يفرقه،
والسدر يطلق على إعفاء الشعر بمعنى أنه يتركه حتى ينسدل على كتفيه ويتجاوز أذنيه، لكن إذا ذكر مع الفرق فيكون السدل هو تركه على هيئته من غير أن يفرقه، لأنه إذا فرقه اجتمع بعضه إلى بعض وارتفع عن الموطن الذي يبلغه عند السدل. قال: وكان المشركون يفرقون، يعني كان من هيئة المشركين في مكة وفي غيرها أنهم يفرقون شعورهم ويجعلون شعورهم يعني منقسمة إلى يعني فرقين، أحدهما في اليمين والآخر يعني في اليسار. قال: وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم. هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل طلبا لمخالفة المشركين وموافقة لأهل الكتاب. قال: وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. قال: ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره موافقة المشركين، وكان يحب موافقة أهل الكتاب لقربهم من الدين ولما كانوا عليه من الحق. ثم بعد ذلك ثم ذكر أنه كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء، فإذا أمر بشيء فإنه يمتثل أمر الله فيما أمره به أو نهاه عنه. ثم بعد ذلك فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الفعل منه هل هو امتثال لما كان عليه في آخر حياته، فإنه كان يتعمد مخالفة أهل الكتاب كما ثبت في الأحاديث في آخر حياته، ومن ذلك صيام عاشوراء، فإنه لما بلغه أن اليهود يصومون عاشوراء وقالوا إنه يوم أنجى الله فيه موسى، قال: نحن أولى بموسى، فصامه وأمر أصحابه بصيامه، ثم أمر بمخالفتهم، فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوما قبله أو بعده. وهذا دليل صريح، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما صام بعد ذلك عاشوراء، وإنما صامه في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يبلغ السنة القادمة، ولكنه أرشد إلى أنه إن بقي أنه سيصوم يوما قبله أو بعده. قال العلماء: وهذا مخالفة للمشركين، واشتهر هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل الكتاب من اليهود في المدينة: ما ترك محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا خالفنا فيه، فكان يخالف أهل الكتاب في كل شيء، فبلغه أنهم يعتزلون الحيض ولا يجالسون المرأة إذا حاضت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجالسة الحيض ومباشرتهن. قالوا: مخالفة لأهل الكتاب ولما فيه فعلهم من التنطع والتكلف، حتى إن بعض الصحابة قال: يا رسول الله، هل نأتيهن؟ لما علموا أنه يبالغ في مخالفة اليهود قال: لا. فهذا يدل على أنه يخالفهم فيما لم يكن محرما. ثم وهذا مناسب لما جاء في هذا الحديث أنه بعد ذلك فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، لأنه في المدينة الناس دخلوا في دين الله ولم يبق فيها دين للمشركين ظاهر، وإنما بقي أهل الكتاب، فأراد مخالفتهم في المدينة، فأخذ يفرق إن كان المشركين قديما يفرقون حتى يتميز المسلمون في المدينة عن أهل الكتاب الذين كانوا يسدلون رؤوسهم ولا يفرقون. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. ثم ختم بهذا الحديث من حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. وفي الرواية السابقة ذكرت أنه له أربع غدائر، والغدائر هي ذوائب الشعر إذا لم يظفر، وهنا قالت ضفائر أربع، والضفائر هو الشعر إذا ظفر وأدخل بعضه في بعض، وهذا معروف عند الناس قديما وحديثا، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يظفر شعره وقد يتركه من غير ظفر، وقد يرسل شعره يسبل شعره وقد يفرقه، كل ذلك ثابت في وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ويحسن في من أراد الفقه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو تلخيص ما جاء في هذه الروايات الصحيحة ووصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في شمائله والجمع بين ما ورد، بحيث يعرف أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يفعل هذا وهذا. وهذا أيضا فيه تنبيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا تدينا، لأنه لو كانت السنة ظفر الشعر للازمه، أو كان السنة هو أن يفرق الشعر للازمه، وكونه يسدل ثم يفرق هذا دليل أنه لم يؤمر في هذا بشيء، وإنما كان يلاحظ مخالفة المشركين ثم مخالفة أهل الكتاب بعد ذلك. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، اليوم ما فيه أسئلة، نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب، ونسأل الله التوفيق للجميع، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. سبحانك اللهم وبحمدك.